UNFM 91.2. Santé Plus Express. عسلامة ومرحبا بكم في سانتي بلوس اكسبريس. قلنا في الحلقة الفارطة اللي صايم في شهر رمضان يلزم ياكل ثلاثة وجبات، وجبة السحور، وجبة العشاء، ووجبة خفيفة في السهرية، وحكينا على أهمية السحور. اليوم باش نحكيو على وجبة العشاء، وإلا شقان الفطر، شنو اللي يلزمنا ناكلوه وشنية الطريقة الأنسب في تناول العشاء. بعد نهار صيام طويل المعدة تكون في حالة انكماش والصايم يكون جيعان برشا، وهذاك علاش الأفضل أن وجبة العشاء تكون متقسمة لزوز فترات. الفترة الأولى وهي شقان الفطر ننصح الصايم باش يفطر على حاجة سائلة وحلوة، وهذاك علاش برشا ناس تشق فترها على الدقلة والماء ولا الدقلة والحليب. النجم زادة نفطر على عصير غلال طبيعي، وبعد يتناول الصايم حساء دافئ والمعروفة عنا في تونس بالشربة ولا في المغرب بالحريرة. ننصح الصايم أن الشربة ما تكونش دسمة برشا، خاصة للناس المتقدمة في السن، والأفضل أن الشربة تكون متكونة خاصة من الخضر كيف الطماطم، البصل، السنارية، الجنرية وغيرها من الخضر اللي فيها برشا فيتامينات وأملاح معدنية. بعد شقان الفطر ننصح الصايمين أنهم ياخذوا فترة راحة صغيرة بنصف ساعة تقريبا باش المعدة تبدأ في عملية الهضم، وما نتعبوهاش بالعشاء الكامل في دفعة واحدة واللي من شأنه يعسر عملية الهضم. والراحة زادة تخلينا ما ناكلوش كميات كبيرة، ونجموا في هاك الفترة نتمشى شوية، نصليوا المغرب ونتفرجوا شوية على التلفزة. بعد الراحة الفترة الثانية هي وجبة العشاء الرئيسي، يلزم يكون فيه شوية نشويات كيف الخبز، المقرونة ولا الكسكسي، وشوية بروتينات، حوت ولا لحم ولا بيض، وكمية من الخضر الطيبة ولا النية. بالطريقة هذه وجبة العشاء تكون كاملة. ماذا بينا في